بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبيه ازكى صلاه وتسليم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من سيئات انفسنا ومن شرور اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد خير ما احييكم به ايها الاحبه الاعزاء الاوفياء الاصدقاء تحيه الاسلام وتحيه الاسلام السلام فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن ظنكم في تقديم اسئلتكم واستفساراتكم والاجابه عنها. وسيله التواصل مع هذا البرنامج، برنامج الدين يسر، تكون عبر الرقم الموضوع على ذمتكم 93 438 038. هذا الرقم الذي يظهر اسفل الشاشه، هو موضوع على ذمتكم سواء كان من داخل الجمهوريه التونسيه او من خارج ارض الوطن باضافه 00216 مفتاح تونس من الخارج والمحافظه على نفس الرقم 93 438 038 سعداء باستقبال اسئلتكم واستفساراتكم وكل ما ترومون الحديث فيه فيما يتعلق بالمسائل الفقهيه والشرعيه والدينيه وكل المسائل التي تقرقكم والتي تبحثون لها عن جواب. في البدايه اريد ان اذكر بامر عظيم الا وهو منزله بيوت الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه البيوت التي يذكر فيها اعظم اسم بيوت الله، وهذه البيوت من يعمرها؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه. ولم يخشى الا الله. هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله لهم اجر عظيم ولذلك حث الاسلام على العنايه ببيوت الله وعلى تكريمها وعلى الاحاطه بها وعلى تنظيفها وتطيبها وتجميرها بالروائح الطيبه حتى تكون في ابهى حله لاستقبال عمار بيوت الله، فالناس التي تذهب للمساجد لها اجر عظيم، يقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا ادلكم او هل ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال كثره الخطى على المساجد، يعني ابعد مسجد تمشي له اكثر خطوه تمشيها تكبر تربح بها حسنه وتمحو بها سيئه وانتظار الصلاه الى الصلاه واسباغ الوضوء على المكاره، اسباغ الوضوء على المكاره كون الانسان يتوضا ويكون مثلا مثل هذا الفصل فصل الشتاء يكره الانسان ان يتوضا لا يحب ان تلمس بشرته الماء ومع ذلك ابتغاء لمرضات الله عز وجل يتوضا واذا توضا خرجت الخطايا وخرجت الذنوب تقاطرت مع كل قطره من قطرات الماء وقال يعني انتظار الصلاه الى الصلاه يعني كون الانسان صلى الظهر مثلا وبقي يذكر او يقرا القران دون ان يؤذي غيره هذه قراءة القرآن لا يرفع بها صوته حتى يؤذي غيره لأن غيره مشغول كذلك بقراءة القرآن أو بذكر أو بتسبيح أو بتفكر فما عليك إلا أن لا تؤذي يعني صاحبك بالجنب لأنه جارك في ذلك المكان وفي ذلك الفضاء العامر وقال يعني كثرة الخطاء ومن بين الناس الذين يظلهم الله من بين الاصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله شاب نشا في طاعه الله ويعني نشا وقلبه معلق في المساجد او بالمساجد تعلق يعني ليست كل اهتماماته يعني ملاهي الشباب او بريق الدنيا او شيء ولكن اكبر همه هو تعمير بيوت الله ولذلك الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم حينما سال على المراه السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت هناك امرأة يعني في المدينة تقوم المسجد يعني ما مع تقوم يعني تجمع القمامة ما يقع في المسجد من من قش أو ما يقع في المسجد من كذا فكان يقومها الرسول هذه المرأة وتنظف المسجد وتكنسه وكذا تهيئه في إحدى المرات سأل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني أين تلك المرأة افتقدها وهذا من أهمية كل إنسان يفتقد الناس أو يسأل عنهم فقالوا ماتت يا رسول الله قال هل أذنتموني ماتت ودفنتوها دون أن تعلموني بذلك ظنوا أن أمر هين يقول كذا منظف أو كذا ليس له قيمة فقال يعني دلوني على قبرها فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على على قبرها وذلك رجاء ان ينير عليها ذلك القبر لان القبور يعني مليئه ظلمه ووحش على اصحابها فبصلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليها يعني هو نور وتكريم لها من المصطفى صلى الله عليه وسلم على بركة الله نستقبل أولى المكالمات الهاتفية من أختنا حياة من صفاقس السلام عليكم مرحبا أختي حياة ألو عسلام أختي حياة ألو السلام عليكم أختي حياة جاهزة المكالمة ناخذ أختنا ألفة من تونس عسلام أختنا ألفة السلام أهلا وسهلا بك يا مرحبا أهلا وسهلا بك تفضل أختي ولفه مرحبا. بيه. عندي زوج أسئلة. مرحبا تفضل أهلا وسهلا. آه يعيشك سؤال الأول الإنسان كي يبدا على جنابة. أي نعم. يا يل... ندرا وما عندوش باش يغتسل مثلا عنده ظرف ما نجمش يغتسل وهو إنسان كبير يخاف لا يمرض يا ما نجمش يصلي بالتيمم ولا طيب تسمع إجابة عندك سؤال آخر باي أختنا ألفة أي سؤال الثاني تفضل كيف 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 على جنابه يا القرآن شي من غير ما يمس دون مس المصحف الله يبارك تسمع باي الإجابة باي أختنا باي ألفة بارك الله شكرا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه قالت السيدة عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين لم يتذرعن بذريعة الحياء ولا يتعلم العلم يعني حيي او متكبر، فالانسان يسال اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لابد الانسان ان يسال وان يتعلم مثل هذه الامور التي تتعلق بصلاته، بطهارته، بغيرها من الامور التي ينبغي للمسلم ان يكون لديه زاد فقهي، فاذا كان الانسان على جنابه لا يجوز له ان ان يصلي طبعا إلا أن يرفع الجنابة بماذا ترفع الجنابة؟ بالغسل يعني تعميم سائر الجسد بالماء وأدلك يدلك ويعني يزيل الأذى وكذا وينوي أن هذا الغسل هو لإزالة تلك الجنابة ويتوضأ ويصلي أما إذا كان حال عذر دون ذلك فينظر في هذا العذر هل هو عذر شرعي؟ يعني هل أن يعني غلب على الظن ليس مجرد وهم والله ممكن أنه كان لا يجب يكون غلب على ظني انه اذا اغتسل يهلك او يمرض مرض شديد فتصبح وقتها في تلك الحالات يجوز كون الانسان ان ان يتيمم هذا اذا تعذر عليه مثلا ان ان يغتسل يستطيع ان يغتسل والمراه دون ان تفك ظفر راسها مثل ما سالت ام سلمى الرسول صلى الله عليه وسلم ام سلمة قالت له يا رسول الله اني امراه اشد ظفر ظفر راسي او ظفر شعري في احدى الروايات فقال لها رسول صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ثلاث حثيات او حتى حثيه واحده من الماء ثلاث حثيات من الماء يعني غرفه او ثلاث غرفات وتهيل الماء على راسها ويعني تدلك فروه الراس ودون ان ان يعني تخلل الشعر الذي ظفر او دون ان يعني تفك تلك الظفائر، فالمهم هو العبره بتخليد الشعر بالماء وتعميم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحت كل شعره جنابه، لانه يريد ان يزيل الجنابه حتى يستطيع ان يؤدي صلاته. اذا كان حتى في هذه الحاله لا يستطيع ويخشى على نفسه، بعض فقهاء الاحناف قال ولو يتخذ خرقه يعني يغمسها بالماء ويمسح بها على سائر جسده ويعني يزيل الاذى وكذا دون ان يضطر الى على الاقل ان يعني كما قلنا المراه ان تفرك تخلل او كذا او دون ان يخلل اللحيه الكثة او كذا لكن اذا كان عجز عن كل هذه الحالات ويعني تيقن يقينا او ظنا غالبا وليس وهما او شكا يعني يترجح فيه الامر ونقيضه ولكن غلب على ظنه بتجربه أو بأمارة بتجربة يعني كل اغتسل إلا وأصابه يعني مرض شديد أو زكام يعني أقعده في البيت فهذا يعني في مثل هذه الحالات أو بقول الطبيب جد استشار الطبيب يعني المسلم الحاذق وقال له ان هذا يؤثر في صحتك ف يعني في مثل هذه الحاله يجوز له ان يتيمم وقد حدثت هذه الحاله مع سيدنا عمر بن العاص في غزوه ذات السلاسل هذا ما سنواصل فيه بعد استقبال مكالمه في اخرى من اختنا حياه من صفاقس اهلا وسهلا بك اختنا حياه يا, مرحب عسلامة عسلامة أختنا حيات يا مرحبا عسلام سيدي اختنا حياه مرحبا بك بارك الله فيك اهلا وسهلا برنامج الطيب نفرح بارك الله فيك نفرحوا بارك الله فيك، ربي شكرا لك. ربي يخليك. تفضل سؤالي سيدي الشيخ يشبه اللي كنت تحكي فيه ما حبيت نسالك على حكم التخلل، مثلا أنا أي. شعري طويل. كيف نحب أستحم للطهارة لأداء الصلاة، مرات نقول بالكشي نمرض خاطر شعري طويل ما يشيحش بسهولة. نعم. أتخلل مثلا أبلو فروة الرأس. وآخر معناتها. يعني تغسلي منابت الشعر دون أن. تهيل على على ما نزل على الجسد من الشعر فقط الراس منابت الشعر فروه الراس نعم هذيك تنجم تغسل لا باس وشعري طويل بون برا فقط يجوز نعم ويستحم الجسد وبالنسبه لي هل يطمئن قلبي لاداء الصلاه باذن الله تؤدي صلاتك لانك انت قمت باهاله الماء افضت الماء على راسك وباقي ذلك يعني انك تلك الضفائر او الشعر الطويل او شيء ما وقع على جسدك كان مجرد بل فقط او مجرد تخليل دون غسله بالماء هذا هذا جائز خاصه في مثل هذا الفصل وانا في الاتصال سيدنا عمر بن العاص يعني في غزو ذات السلاسل يعني صلى بالصحابه بتيمم وهو كان على جنابه يعني وصلى بهم اماما عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الواقعه قالوا يا عمر يعني صليت بهم دون أن تغتسل ودون أن تتوضأ قال يا رسول الله ما منعك قال خشيت على نفسي في ليلة شديدة البرد استيقظ الفجر فوجد يعني تلك الـ الـ ذلك الفجر يعني باردا وخشي إذا أهل الماء على بدنه فتيمم فقط واستباح بذلك الصلاة استباح بذلك الصلاة فالغسل الأصل كونه يتم تعميم كل الجسد بالماء يعني وتقليل الشعر ولكن في الحالات التي تخشى المراه على نفسها كذا فلدينا ان ام سلمة قتلوا يا رسول الله يعني يعني انفض شعر راسي وافك ذلك الضفائر واغسلها هي كذلك قالها لا انما يكفيك ثلاث حثيات ما معنى حثيه يعني غرفه ثلاثه غرفات من الماء يعني فقط تعمم بها على الشعر عموما دون تتبع ما استرسل من من الشعر وانما فقط تبله دون دون تخليل هذا جائز طالما ان ذكرنا ان هناك اعذار من بينها يعني غلبه الظن على المرض او شيء ودين الله يسر وبرنامجنا اسمه الدين يسر ولن يشاد احد هذا الدين الا غلبه فهذه الحاله اما في الحالات التي يريد يعني ان يقرا القران هذا لا, لا يجوز للجنب ان يقرا القران سيدنا علي بن ابي طالب يعني يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا القران على كل حال ولا يمنعه او لا يحجزه عن قراءه القران الا الجنابه لماذا الجنابه وليست يعني لأن الحائض مثلا أو النفساء لابد أن تنتظر مده معينه حتى ينقطع عدم حيضها أو أو نفاسها هي معذوره ليست مسأله إراديه ولكن الذي هو على جنابه لابد له أن أن يغتسل ويمتنع عن ذلك ما هو عذره؟ إذا كان معذورا قلنا نعطينا الحلول الكل ولو كان يتيمم كما ذكرنا وضعيه وضع سيدنا عبد الله عمرو بن العاص فهذه فهذه جاز. وهناك مكالمات اخرى. سي توفيق من جمال مرحبا بك. اهلا وسهلا سي توفيق. على السلامه يا استاذ الله يرحم والديك. اهلا وسهلا أهل وسهل بك يا اخي العزيز. يبارك فيك وربي يخليك. شكرا. لا يا استاذ عندي زوج سؤالات باش نحب نسالهم لك. تفضل سي سي توفيق. اه يعني عندي طرف ارض شريتهم و... ومراه ومعايا خويا. على اساس شريناهم وبعد كاش المراه كتب المكتوب خذيتها. خويا قال لي نقسموا الارض شركه قلت له ودي دفعت معنا هي الفلوس اي ايه تمسكت مبيضها قالت لي يلزم ناخذ باكي هو ما حبش حبيت نسال شنو نعمل بالضبط اي هو في م... هي هي في مثل هذه الحاله يعني ساهمت بمبلغ في هذه الارض في ساهمت و... نييتش... ال... الأرض نيتها باش تشري معاكم الارض سي توفيق هي ساهمت مبلغ في الأرض ومازلت ما تزوجنيش نحن. أي لكن النيه وقتها النيه كونها تكون شريكه معكم في الأرض، كون تشري الأرض ولا أعطيتهم لك على أساس سلفه ولا أقرضاتك المبلغ لك لا 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 على أساس تاخذ معنا. إذا هي شريكه معكم سي توفيق في هذا. حتى لو كان الأمر هذا صار قبل ما يتم الزواج ولو يعني الآن هي زوجتك هي بخلاف الزيجه هي شريكه معك ومع أخيك في هذه الأرض، فيصبح عندها نصيب. حسب ما ساهمت مثلا قلت الارض ب 30000 دينار هي ساهمت ب 10000 دينار اذا هي عندها ثلث في هذه الارض فلو يعني قررتم كونكم آه يعني الارض هذه تستثمروها او شيء هي عندها النصيب حسب ما دفعت واذا كانك قررت ان الارض هذه يعني باش تبيعوها فيكون عندها نصيبها كذلك لان يعني بقطع النظر على على الرابطه الزوجيه اللي ما بيناتكم هي اصبحت شريك في في هذه في هذه الارض هكا ولا سي توفيق يعني هو أبقى. لا قال لي لا لا قال لي تو هي المراه المراه نتاعك معناتها ما عندك يلزم نقص انا وياك أه. وحتى الوالد جامعة هو زيد اشوف سي توفيق هذا اللهم هي كونه تبدلت المعطيات واصبحت يعني شريكه حياتك لم تعد شريكه ارض فقط فهذه تنجم هي عن طيب خاطر بتنازل منها أن تتنازل تقول لك يا أخي أنا هذا الأرض يعني لا يعني لا يعني اهتمام لي بها أو أنا متنازلة عن, عن هذه الأرض لكات تولي الأرض هذه ملكك وملك وملك أخوك فقط أما طالما أنها هي لم تتنازل فهذا الحق يبقى قائما لها اللهم إلا أن تنازلت أو يتم التفويت في ذلك تفويتا حقيقيا وليس تفويتا صوريا بالبيع والشراء كونك أنت هي تبيع لك تشتري أو الطريقة الأخرى اللي هي الهيبة كون الانسان يجوز له ان يهب كون تهب هذه الارض التي تملكها وهذا النصيب من هذه الارض او تهب لك ذلك النصيب من من المال ولكن ما قال اخوك سي توفيق يعني لا يستقيم شرعا ولا حتى قانونا يعني لا, يمكن كون الانسان ساهم في في شراء شيء معين على اساس انه شركه وبعد ذلك حدث يعني يعني ارتباط زوجي في هذه المراه تبقى هي شريكة في تلك الأرض بقطع النظر عن كونها زوجة أخيك أم لا هي شريكة ولها نصيبها ولا يجوز لأحد أن يجور على هذا حتى في الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أشهد على جور لماذا عندما سيدنا البشير أراد أن ينحل ابنه النعمان نحلة عطية هبة فأرض أو كذا أو شيء حب يعطيها لمن فذهبت واعلم امه قال لها راني اعلمك اني يعني نحلت ابني هذا النعمان العطيه هذه فقالت له الهبه هذه لا ارضى عنها حتى تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اشهد على جور الا ان تعطي باقي ابنائه نستقبل مكالمة هاتفيه في اخرى من خونة كمال من تونس مرحبا بك سي كمال قالوا السلام عليكم على السلامه سي كمال اهلا وسهلا سي كمال نسمعوا فيك تفضل سيك... فاضل سي كمال تسمع فينا؟ سي كمال غير المكان اللي انت فيه لان نوعيه الشبكه غير واضحه الصوت متقطع غير على كل حال و يعني غير المكان وباذن الله نعاودوا نتصلوا بك اذا قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هل اعطيت سائر ابناء مثل هذا الامر قال لا لم اعطي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا اشهد على جور فلا يجوز اذا هذا انتزاع حقوق على حساب حقوق اخرى اخوه او شيء ولا حتى في الهبات وحتى في العطايا لابد ان تكون يعني فيها عدل حتى ما يكونش فيها مساواة مساواة بمعنى نفس القيمة ولكن يكون فيها عدل يعني يراعي هذا ما زال يدرس هذا يعني يعني صحته لا تسمح هذه لم تتزوج هذا كذا يراعي مثل هذه الأمور حتى في العطايا حتى لا تخلق مثل هذه الأمور أحقاد بالنسبة لأختنا ألفة حول قراءة القرآن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن ذلك ولم يكن يحجزه عن ذلك ولم يكن يمنعه من ذلك إلا الجناب فكان لا يقرأ القرآن وهو مجنب ولكن بالنسبة للحدث الأصغر يعني القول الراجح لأهل العلم أنه إذا كان الإنسان لم يكن على وضوء له أن يقرأ القرآن أما إذا كان يعني على جناب فلا يجوز له أن يمس القرآن ولا أن أن يقرأه نأخذ مكالمة هاتفية أخرى من أختنا فاطمة من قفصة مرحبا بك أختي فاطمة أهلا وسهلا بك ألو السلام عليكم السلام أختي فاطمة يا مرحبا أهلا وسهلا يا دكتور بارك فيك تفضل أنا بس أنا بس أنا حكيت خمسة سنين تالي هكاكا أي نعم أنا ولدت في الأولى ولادة طبيعية معناها ولدي كبير ولدت ولادة طبيعية فهمت طيب وبعد جبت ولدي الثانية جبت له عملية عملية قيصرية بعد ولدي هذايا اللي بالعملية نعم. أحبلت بعد بحكاية شهرين أحبلت فهمت ولا لا نفهم فيك كيف أحبلت أنا وقت الجرح من زاد جديد معناها حكيت شهرين هكاكا ثلاثة أشهر ما فهمت نعم. ولا لا إذا <سؤال> إيه نعم. حبيت هذيك مشيت للطبيب معناتها قال لي عندك طوامع وانا وقتها العمليه عندها شهرين وانا كنت شهر هكاك. اي. كيفاش آه في معناتها نعمل قال لي راهم مستحسن طيحوا معناها صغيره مش طيحوا هو قال لي هكا بالوضوح معناها اما قال لي راهم ما دام انت تويما وسيزاريه معناتها جديده راهم مش بها لصحتك فهمت. اي نعم قداش عمرهم الجنينين؟ وقتها بالضبط بالضبط مش شهر بالضبط. شهر. الدواء. واستغفر الله العظيم والحكايه بقات مقلقتني عندها خمس سنين ونخمم فيها وديما معناتها مش مرتاحه فهمت. مه. تسمع الاجابه اختنا فاطمه الله يبارك ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الأصل كون يعني إذا يعني تم تلقيح البويضة بالنطفة يعني هنا يصبح من وقتها يتم الاحتساب احتسام العمر الجنيني أو العمر الرحمي للجنين ورسولنا الأكرم صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين يوم النطفة يبقى أربعين يوم في طور النطفة ثم مثل ذلك علقة بعد ما يمر أربعين يوم في ثمانين يوم يصبح علقة طور ثاني والطور الثالث ثم مثل ذلك مضغة بعد مئة وعشرين يوم يرسل الله سبحانه وتعالى الملك ملك من السماء وينفخ فيه الروح ويكتب له اربع كلمات رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد. رزقه وعمله واجله وشقي ام سعيد، هذه الامور تقدر سلفا عند نفخ الروح فيه، وهذه الروح هي سر رباني لا يعلمه الا الله عز وجل، وليست بمعنى الحياه، لان الحياه توجد في الكائنات الحيه الكل، النطفه فيها حياه والبويضه يعني فيها حياه و الـ 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 الأشجار فيها حياة والحيوانات فيها حياة والرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة الأجر كل ما فيه حياة نقول احنا فيه روح ولكن الروح بالمعنى الرباني شيء آخر فعندما يعني امرأة سقت كلباً فيعني وهي كانت بغي من بغايا بني إسرائيل ويعني وجدت كلباً يعني أخذ منه العطش مأخذاً فنزلت البئر شربت عندما صعدت وجدت ذلك الكلب أكرمكم الله يأكل الثراء الثراء هو التراب المبلل يعني المحيط بالبئر فقالت لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ مني فنزعت موقها نحت البلغم تاعها ونزلت إلى البئر وسقط ذلك الكلب فشكر الله لها سعيها وغفر لها ذنبها فقالوا الصحابة السعد قالوا يا رسول الله أو لنا في البهائم أجرا البهائم ليست الأحمر البهائم يعني الحيوانات قال في كل ذات كبد رطبة أجر كل ما فيه يعني حياة فيه أجر يعني علاش قال من احيا احياء الموات هذا نلقاه في الفقه في احياء في الاراضي الميته اعتبرها حياه بث الحياه فيها ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا في سوره المائده فهذه كلها تعتبر من باب الـ 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 الاحياء نرجع لخونا كمال من تونس ونجاوب اختنا السائله الكريمه باذن الله خونا كمال مرحبا بك عسلامة سي تفضل اهلا وسهلا بك سي كمال عندي سؤالين سي تفضل سيدي مرحبا عندي سؤال لو عندي حكم ماليه الطبيب نشرب على الاقل ثلاثة ثلاثة ماء في النهار يعني ربي يشفيك ان شاء الله عندي ما الت... عندي التبول ياسر يا في اوقات الصلاة نعم وليت نشرب الماء ونجي مع ستة العشاء ونصليهم الكل ماشي يجوز شوف سي كمال ان شاء الله ربي يشفيك ولكن هو طبعا شرب الماء مهم وضروري ولكن هذا التبول انت انت يعني تتحكم فيه مثلا ثماش مساله اراديه لا قدر الله او سلس بول او شيء انت تتحكم في هذا الامر هي. تتحكم انت في هذه الاوقات في اوقات الصلاه علاش ما تصليش في وقتها الصلاه على خاطر جين التبول ديما في الصلاه باستمرار يعني باستمرار كل درس طيب سي كمال تسمع الاجابه ان شاء الله تسمع الاجابه بالنسبه للوضعيه اخونا كمال يعني اذا كان يعني كثره التبول اكرمكم الله شيء وسلس البول شيء اخر في الفقه أسلس البول هو الذي الانسان الذي لا يتحكم في هذا الامر يعني لسبب مرض او شيء يعني تصدر منه قطرات او كذا فهذا لا يتحكم فيه فهذا يعني يعصب جيدا او كذا او يضع حفظات او يضع يعني منديلا او يضع اي شيء من هذه الامور التي المعلومه ويؤدي صلاته ولا عبرة بتلك القطرات لأن الأصل كون طهارة الثوب باش الإنسان باش يصلي وطهارة البدن هذا لم تتحقق فيه طهارة البدن ولم تتحقق طهارة الثوب لماذا؟ لأنه معذور لأن لديه عذر ما معنى هذا العذر؟ هذا ما يسمى بالسلس الذي لا ينضبط وقت مجيئه ولا وقت انقطاعه في عند الملكيين لا يعتبرونه إذا يعني لم يكن غالب الوقت أو أكثر الوقت يعتبرونه ناقضا من نواقض الوضوء لماذا لأنه ليس غالب الوقت وليس كل الوقت وإنما أحيانا مثلا يقول في الصباح الباكر تنتابني هذه الحالة أو في الليل يعني عندما يعني قبل العشاء ففي مثل هذه الحالات يعني كما قلنا يتخذ الحافظات أو يتخذ كذا أو يحشو أو يعني يعصم أو كذا ومع ذلك يؤدي الصلاة ولا عبرة إذا كان صدرت منه قطرات وضعية كمال مختلفة لأن الأصل أن كثرة التبول أو شيء لأنه يشرب الكثير من الماء لسبب صحي ربي يشفيه ويشفي جميع مرضى المؤمنين فما عليه إلا أن يعني يؤدي الصلاة كل صلاة في وقتها إذا كان هذا الأمر يعني 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 يغلب على ظنه أنه هذا الوقت ليس يعني لا لا يعني يضغط عليه مسألة البول أو شيء فهذا يؤدي الصلاة في وقتها وإذا كان يعني أدرك هذا الأمر يقطع الصلاة إذا كان استحال عليه كما الحالة التي ذكرها ولا يستطيع أن ينقطع هذا الأمر إلا في وقت متأخر فما عليه إلا أن يتوضأ وضوءا ويصلي به سائر الصلوات نأخذ سؤال أختنا لميا من تونس مرحبا بك أختي لميا شيخ أهلا وسهلا بك بارك الله فيك تفضلي بربي أنا عندي ولد خويا صار هي. شجار بينه وبين بوه نعم ربي يهديه امين يا رب العالمين فمعناتها الشجار هذاك معناتها قال له كلام مش باهي وذاك قال له كلام مش باهي فاخويا قال له حسبي الله, حسب الله ونعم الوكيل فيك ولده قال له حسبي الله ونعم الوكيل فيك مرتين حول ولا قوة الا بالله وحتى كي حاولت انا نتدخل قال لي لا انا أتهوى ما عادش نحكي معاه وانا مقاطعه وانا ما عادش نرجع نكلمه هذا بالنسبه للولد حاولت نفهم الولد خويا أه فانا حاولت نفهمه انه معناتها هذيرة وبر الوالدين والاحسان ليهم نعم ولكن ما ما قبلش وقال لي انه معناتها في تفسير حسب الله ونعم الوكيل عمرها ما كانت دعوه سيئه طيب الله يبارك. قلت له انا حسب النيه وهذيك علاش انا طلبتك سيدي الشيخ نحب نفهم. الله يبارك اختنا لمياء، ربي يهدي ان شاء الله وانت احرصي كونك تصلحي ما بيناتهم في اقرب الاجيال واسرع الاوقات. ان شاء الله الأوقات. يا رب العالمين. يا يسهل إن, ان شاء الله, الله. الله. وبارك الله فيك وان شاء الله في ميزان حسناتك. يا ربي يبارك لك ان شاء الله. على كل حال يعني حتى لا تتراكم الاسئله يعني حول قضيه الـ الـ الحمل لأن المراه حملت وانجبت ولاده طبيعيه في الحمل الثاني تسبب ذلك يعني في اجراء عمليه قيصريه و يعني باغتها حمل ثالث وهي لا تزال يعني في يعني لم يمضي شهر على حملها الثاني وكان يعني الجرح لم يلتئم بعد وباستشاره الطبيب اشار عليها ان ذلك يعني ان هذا الحمل سوف يؤثر على صحتها، طالما ان هذا قالت هي توأم لم يتم يعني نفخ الروح فيه حتى عند القول المرجوح الذين هناك من يشدد ويقول 40 يوم بعد 40 يوم لا يجوز الاسقاط وهناك من يتوسع من فقهاء الاربعه ويقول انه 120 يوم بعد 120 يوم وقتها لا يجوز الاسقاط الا لعذر يعني اجهاض الجنين لا يكون وانا افضل لفظ الاسقاط لان لفظ الاجهاض يقال عاده للحيوانات ولا نقول كذا فلا يكون الا لعذر قاهر ما معنى اذا تعارضت مفسدتان المفسده الاولى هي باش بك الجنين المفسده الثانيه باش نضحوا بالام فاذا تعارضت يعني مفسدتان نرتكب اخفهما ضررا ونضحي بالحياه المتوهمه على الروح المستقره الموجوده فهذا الاصل كون نحافظ على الام وفضل الاصل على الفرع معلوم كما يقول الامام ابو حنيفه النعمان فلذلك يعني في مثل هذه الحالات يجوز ويباح اسقاط الجنين نظرا لتعارض هذا مع صحه الام لانها لا تستطيع مواصله الانجاب بعمليه اخرى او نظرا لان الجرح لم يلتئم بعد او لعذر من الاعذار الصحيه الكثيره التي تاكد وغلب على الظن او مساله اصبحت شبه يقين ان هذا يعني سيؤثر فيها سلبا اذا كان هذا الامر يعني كان قبل نفخ الروح يعني قبل 120 يوم فهذا باذن الله يعني جائز ولا حرج فيه طالما انه الضرورات تبيح المحظورات لان هذه الاصل انه هذه لا يتم اسقاط هذه النطفه وانما هذه النطفه ما زالت في طور الشهر في طور النطفه بعد تولي علقه بعد ذلك تولي مضغه اذا كان وصل 120 يوم لا يقول الانسان هذا جنين مشوه وهذا كذا وهذا به يعني هكذا اعاقه كذا فهذا وقت يصبح نفس يعني التي حرم الله ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق فلا يجوز الاعتداء عليها الا في الحالات الاستثنائيه والنادره لا حكم لها، الحالات النادره والحالات الاستثنائيه لا نؤسس عليها قاعده، القواعد تؤسس على الحالات العاديه، هذه الحاله مثلا الامراه تعرضت صحتها ويعني وضعها الصحي مع هذا الحمل والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالمباعدة بين فترات الحمل نهى عن الغيله الغيله هي قال يعني اشبه بالاغتيال الغيله هي قال يعني كون الام يعني ترضع في رضيع وهي حامل بجنين اخر فهذا قال يعني يقول يعني يدرك الفارس فيعسره يعني كون حتى لا يستطيع ان يكون فارسا يعني شديد القوه وقوي البنيه لماذا لان الأم تكون منشغلة بين هذا وذاك وحتى صحتها لا تكون تسمح بلا برضاعة طبيعية ولا بحمل طبيعي فيتأثر الرضيع ويتأثر الجنين وتتأثر الأم ويعني لا ضرر ولا ضرار هذا من بين القواعد بالنسبة لمثل هذه الحالة تستغفر الله سبحانه وتعالى ولا شيء عليها الحالة الأخرى كون يعني كون الابن يعني يقول لي في الأصل هذه يعني منذ الابتدائي منذ الطفولة منذ الكتاب منذ رياض الأطفال ولا تَقُلْ لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني هذه لا أف هذه التأفف لماذا؟ لأن تفيد الضجر تفيد ماذا؟ تفيد الضجر أو تفيد التبرم يقول زفر التبرم يزفر أو ينفر لماذا؟ لأن يخاطب الوالدين فلابد يعني أحد الصالحين قالوا لها يعني لم نسمعك تكلم امك الا همسا يعني ولا ولم نرك يوما وأكل امك ولا رايناك يوم قال يعني انا لا اكلها حتى لا تسبق عينها ما سبقت يدي اليه ما نحبش ناكل معاه لان احيانا هي تشتهي اللحمه هاكي او شيء فتسبق انا يدي اليه فاكثر خطرها وبلغ بعض الصالحين بذلك الامر ولا يكلم امه الا همسا يعني بصوت خافت وهادئ واحدهم قال انا يعني ما بلغ برك بابيك قال ما ناديته باسمه احيانا الان اصبحت الحق ظاهره كون الابن ينادي آه والده باسمه قلت له احنا اصحاب ينادي باسمه يا فلان قلت لا ما ليس هكذا لا ينادي آه آه والده باسمه ولا قال ولا رقيت سطحا وهو تحت قال كيكون هو في الاسفل انا ما نطلعش في مكان عالي فوق والدي وقال لا ما مشيت نهارا الا الا وراءه وما مشيت ليلا الا امامه قال كي نكون نمشي في النهار نكون خلف من بين الادب وما مشيت في الليل الا امامه حتى انظر الطريق حتى لا يعثر في شيء او كذا وهذا سوف نعود اليه ان شاء الله بعد استقبال مكالمه هاتفيه من اخونا بالقاسم من صفاقس اهلا وسهلا بك سي بالقاسم مرحبا أه انقطعت المكالمه ميساج أه اذا لذلك يعني هذا من الامور التي لابد ان يتعلمها الانسان حتى ان احد آه شيوخنا الشيخ محمد الفاضل بن عاشور رحمه الله عليه يعني في احد المرات يعني كان خارجا واعترضه احد شيوخه الارجح الشيخ التميمي ويعني زوز في الباب فقال له تقدم قال له لا تقدم انت قال له استغفر الله قال لا تقدم فعندما حثه على على التقدم قال له اذا تقدمت فحاجب واذا توخرت واذا تاخرت فواجب، فاذا يعني فيما تبقى في هذه اللحظات يعني اؤكد على ان ضروره رأب الصدع ورتق الفتق وان يستسمح والده ولا يقول حسبي الله ونعم الوكيل في في وجهه، الله سبحانه وتعالى مطلع على 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 كل شيء ولكن هذا الكلام لا يقال. للوالدين بل يتخير لهما افضل الكلام وافضل ما يقال، بل ذهب الاسلام الى ما هو اقل من ذلك اللي هو التأفف وقل لهما قولا كريما يختار اطيب الكلمات واحسن الملفوظات لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هما جنتك ونارك، وقال الجنه تحت اقدام الامهات ومن امسى يعني اصبح مرضيا لوالديه، اصبح له بابان مفتوحان الى الجنه. وأن امسى مغضبا لوالديه امسى وله بابان مفتوحان الى الى النار والعياذ بالله فما عليك ايها الاخ الكريم وايها الابن أن تستسمح والدك وتسترضيه حتى وإن كان هو يعني مخطئا في ذلك الموقف في نهاية هذا البرنامج لم يبقى لي إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم رضاء الوالدين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يعافي مبتلانا وأن يهدي الضال منا وأن يدع لنا في هذه أسع ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ميتا إلا رحمته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في نهاية هذه الحلقة لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته